هلا في شغلة تانية مهمة عنا اللي هي الكونتينيو. هلا نفس فكرة البريك، بس هناك البريك شو بيعمل؟ بيوقف البروجرام صح؟ ايه بيطلع منه. بيطلع. هلا الكونتينيو لا بيكمل. فلما احكي له انا اعمل لي كونتينيو واكتب كونتينيو، معناته انه ضلك جوا اللوب هاي، ضل ارجع كمل لي اللوب او ارجع ادخل لي على اللوب. فلو عملت كونتينيو جوا الوايل او الدو وايل، هلا جوا الوايل او الدو وايل، هلا لو حكينا جوا الوايل او الدو وايل عم بعمل لوب كونتينيو، فبالتالي بيرجع بعد ما يصير شوف الكونتينيو ستيتمنت بيرجع بدخل على اللوب. تمام تمام. بالنسبه للفور ستراكشر، هلا رح نيجي على الفور ستراكشر، بروح بيعمل لك الانكريمنت. لو شاف الكونتينيو ستيتمنت بروح بيزيد الانكريمنت اكسبريشن. ف تقريبا هي بتعمل لك سكيب للستيتمنت اللي بعد الكونتينيو او بعد اللوب، وبحكي له انا كونتينيو معناته روح كمل لي او زيد لي الانكاونتر كول بلس 1. فبستخدمها تقريبا بالاف بديسيجن ميكر، يعني مثل الاف والاس. كيف بكتبها؟ بنفس الشيء بكتب كونتينيو سيمي كولون، نفس فكره اللي هي البريك، بريك سيمي كولون، هون كونتينيو سيمي كولون. ف نشوف هلا راح يكون عندك، نفرض هاي وايل لوب، في عندنا هون كونديشن معين. تمام تمام. اذا الكونديشن ترو عم بحكي له كونتينيو، يعني كونتينيو يعني روح ارجع شيك لي على الكونديشن اللي بعده، بالتالي اللي ضل جوا اللوب ما تنفذ. فذا كان بس بشيك على الكونديشن، يعني ممكن هون تكون عندي برنت اف وحده، هون ممكن سم اوف مجموع العلامات او هذا ما راح يعملها. فنفرض عملناها على الكود اللي عملناه قبل شوي هذا. هلا ممكن انا بدي اعمل سكان اف الرقم، هلا قبل المجموع بدي اعمل كونتينيو. فشوف شو راح يصير بالكود. هلا قرأ اول رقم، قرأ الثاني، قرأ الثالث والرابع والخامس لعند العاشر. يعني بيظل ماشي. اه بس شو صمت انا عندي؟ صفر. بالضبط. ليه؟ لأنه أصلاً ما إجا على الصم هو، يعني زي كأنك لغيت الصم، زي كأنه عملت الصم كومنت أو ما شافها الكمبايلر. ليش ما شافها؟ لأنه صار في عنا statement continue، فبرجع بروح على الدو بيعمل الكود تبع الدو، بيرجع بزيد الشرط وبيكمل من هون. فعطول الكونتينيو ودته وين؟ ودته على الواي، ودته على الكونديشن. طيب كيف لو بغينا نخلي شو اسمه يسوي الصم؟ بدك تصم بتشيل الكونتينيو هيك خلص صار يعمل الصم، او ممكن تحطها بعد بعد الصم. يعني لو عملنا ران هلا فكره الكونتينيو عادي رح يكمل ويوديه على الشرط، يعني هيك رح يقرا كل الارقام يعمل لهم صم تبع لك الصم. تمام تمام. فهاي الكونتينيو هلا ودته وين؟ على الكونديشن. اذا كانت في كونتينيو فوق ال فوق الصم هون ما راح يشوفه. ما راح يشوفه بالضبط. كمان لو كونتينيو لانه بينزل على الوايل، بيروح على طول الكونتينيو بتخليه يروح يشوف الشرط بالنسبه للوايل. يعني لو عملناه هون قبل الاف، نشوف لو عملنا ران هنشوف نشيك انه هلا المفروض يضل يقرا لي هو نفرض الزيرو، اخذ الزيرو، ماينس 1 اخذ الماينس 1، تمام، ماينس 2 اخذها، ماينس 4 اخذها. شفت شو اثرت الكونتينيو معنا؟ زيرو. اخذ الماينس وما عمل صم اصلا لانها اجت هون. فاي شيء بتشوفه بعد الكونتينيو مش راح يتنفذ. فلو جاب لك تريسنج
كود مكتوب هو عامله وعم بحكي لك هذا الكود شو الاوتبوت منه. فلو كان بالسؤال شفت continue اي شيء بعد continue مش راح يشوفه لحد السيمي كولوم اللي هي تاثير الكونتينيو. يعني continue هون تاثرت على مين؟ على هدول عند الصم تمام اللي هي جوا السكوب تبعها، راحت خلته يروح على الوال يعمل كونديشن ويرجع، بس هدول ما تنفذوا نهائي يعني هدول بطل الكومباينر بطل شايف هدول الستيتمنت. اخر شيء كمل كونديشن ما تحقق خلاص راح على برنت اف، تبع البرنت اف الكومباينر شايف هالستيتمنت. فالكونتينيو مفعولها بيكون ضمن السكوب اللي هي فيه، يعني الكونتينيو هون بالسكوب هاي هاي لعند الاقوات هدول تمام؟ تمام. فوين جاية؟ معناته هون جاية هون، معناته أي شيء بعدها مش راح يشوفه لعند الأقواس. طبعا مصيبة إذا حطيت continuous statement بنص الكود ونفرض ما كان في scope، يعني نفرض أنت حطيتها نص كل شيء، يعني لو عملتها هيك كتبتها هون continuous تمام، أو بعد ال بعد الصم يعني بعد initialize variable عملت continuous هيك، هلا اي شيء هاد كامل مش راح يشوفه، راح يشوف بس اخر شيء اللي عند الاقواس عند اخر المين، يعني مش راح يطبع ولا شيء. يعني لو عملنا رن نشوف شو راح يعمل لنا. لا اعطونا ايرور عليها انه كنت not within a loop، فعم بحكي لك انه الكونتينيو هاي مش جاي جوا اللوب، لازم تيجي جوا اللوب لحتى يشتغل الكود صح تمام. فبهيك انه الكونتينيو هيك ما شغلت الكود كامل معي لانه هو بطل شوف لوب بطل في شيء. كمان شغله ثانيه الكونتينيو لازم تكون مفعولها ضمن لوب لحتى يشتغل عندك الكود، يعني هون ضمن اللوب هاي الكونتينيو اشتغلت. واضحه الكليب هذا؟ واضح. إنه طيب لو كان لو كان مع الدو كيف يعني؟ وين اللي فاضي الحين؟ الدو هون تمشي؟ ايه ونكتب كونتينيو؟ ايه هلا كونتينيو لو عملناها هيك شوف هو مش راح يشوف هدول كاملين لعند اخر شيء، هو بس بضل يزيد الشرط. يعني عمل رن شوف ما شاف شيء، عمل لك سم ايكوال زيرو. شو عمل هون هو؟ هو دو شاف كونتينيو راح عمل على الكاونتر هذا شيكه الكاونتر لسه اقل من 10 ما شيكه مره واحده بس اقل من 10 خلص راح دخل شاف كونتينيو زاد الكاونتر صار كم؟ صار 2 عم بيزيد بالكاونتر بس هون بالحاله هاي. اجي تبع الصم اللي هو صم زيرو لانه اصلا ما جمع شيء، ترى هذول كلهم ما شافوا. يعني زي كانوا بحكي له دو كونتينيو روح زيد الكاونتر، ارجع بيرجع كونتينيو بيزيد الكاونتر، بضل هيك يزيد للعشرة تمام. فهاي هي فكرة الكونتينيو، بس عمالها بتلغي الكود انه ينفذ ستيتمنت معينة. فانت لو بدك باللوب هاي تلغي تأثير ستيتمنت معين او بدك تغير على الكود او تعدل عليه حط كونتينيو جوا اللوب خلاص بتبطل تشوف اللي بعديها. حلو. مثلا نفس الشيء هذا عم بحكي له اذا الكونديشن ترو مثلا اعمل لي كونتينيو وبرجع بشوف الكونديشن خلص. طبعا الاف ما فيها لوب صح؟ ايه يعني ممكن احكي له هيك لو بدنا نعمل على اف ممكن احكي له اف هون قبل الصم قاعد اضيفها f الصم اللي طلعوا اللي هو المجموع not equal zero. شو عمل؟ بس بيرجع بيعمل بفتح ال f وبعمل continue فخلص بشيك لك على ال f. ما دام ال f اذا الصم مش zero continue معناته وين بروح؟ بتبع الصم. لو عملنا لها رن نشوف شو بيطلع مني.
عم بشوف تمزي والله. واي هو غريب، مع انه الاف الكونتينيوم جاي جوا الاف ستيتمنت، بس ما عم يستقبلهم. بس هون لو ضفت الكونتينيو بالطريقه هاي، شوف تيجي مش هلا كملت الدواي هاي وطلع مجموع، فنفرض مجموع طلع 100، فبدي اضيف انا اف ستيتمنت تشيك لي على المجموع، ما دام المجموع اكبر من زيرو بحكي له كونتينيو، خلص بروح بتبع لي الصم، زي كأنك بتشيك هالمجموع آخر شيء. ممتاز. هلا لو شفنا هذا الاكزامبل لسه نفس الشيء عم بحكي على الكونتينيو، ونشوف استخدام الكونتينيو. هلا عرف اي، عرف نمبر، وعرف الصم ايكوال زيرو. عم بيكتب بالفور لوب، خلينا نعملها بالواي. واي الاي، خلينا نعمل انشالايز الاي ايكوال 1، تمام. بدي اشيك على الواي، ما دام الاي اقل اور ايكوال 10 يدخل على اللوب. هلا جوا اللوب شو بدي يعمل لي؟ يتبع لي هدول، يتبع برنت اف يقرا انتجر اي ويقرا رقم، يعمل مجموع الرقم. هلا قبلها بده يعمل لي اف في الاف ستيتمنت، شوف اذا بياخذها. قبل شوي ما قبلها. هلا اف النمبر اقل من زيرو كونتينيو، وبدي احكي له اخر شيء الصم. هلا هيك الوايل خلصت، هلا بدي اخر شيء بس يطبع لي الصم، فنشوف كيف الران تبعه. هلا طلع لك بده يضل يقرا ارقام اقل من 10، تمام؟ حلو انه قبلها. هلا اثنين بيدخل، هلا شو راح يعمل هو؟ راح يقرا الاثنين بالنمبر، بشيك على النمبر، النمبر اذا اقل من زيرو شو راح يحكي له؟ انه كونتينيو يكمل. هلا رح يضل هو هون مش عم بزيده، هلا رح نزيد الاي، هلا رح نعدل عليها. فهلا اذا ناخذ بريك 5 دقائق وبنرجع بنعدل على هذا اللوب، لانه هذا اللوب للما لا نهايه رح يضل مشتغل، تمام؟ فخمس دقائق بريك وبنرجع، تمام؟ اوكي.